صلاتنا واجتهدنا على إقامة الصلاة حق الإقامة، والله ما نترك سجاداتنا. كلما نجد اللذة وكلما نصلي ونجتهد يا رب رزقنا الخشوع. لذة الخشوع هذه لا يعدلها لذة، لكن الموفق من يعني تذوق هذه اللذة، لذة الخشوع والوقوف بين يدي الله والانكسار والبكاء أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أتذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل لأحد الصحابة، وكان في آخر الحديث، لعلي أسترجع الحديث وأذكره بالنص، ولكن الشاهد من الحديث وفي معنى الحديث أن الذي يصلي لله لا يحدث فيهما نفسه يعني في صلاته، قال رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. يا أخي فضل عظيم، أجر عظيم، الذنوب كلها تروح في ركعتين، ولكن لا تحدث فيهما نفسه، خشوع كامل، انكسار كامل، استشعار أنك تقف بين يدي الله. ليس أنت تقول الله أكبر وفكرك رايح في السوبر ماركت تشتري خبز ولا صابون ولا أغراض البيت ولا الغداء على الغاز لا يحترق، لا، خشوع تام لله سبحانه وتعالى، لأن أنت خلقت لهذا المقصد. فإذا أقمت حق الإقامة هذه الصلاة، الله أعطاك أعلى عليين بإقامتك للصلاة. والدليل لما ذكرت قبل قليل اللي هم يقرب المصلين، أقرب يعني في وادي الأفيح، وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. أخي مبارك تلبي في منى، لك تعليق، لك مشاركة معنا حول الصلاة ونصيحة أو رسالة للشباب والله ما عاد خليت شيء أبو عبد العزيز، وأنتم حين تعلم منكم، لكن بنشارككم مشاركة بسيطة. يا سلام، الصلاة هي عماد الدين. يا سلام، لن ينظر الله في أعمالك إلا بصلاتك، إذا زانت الصلاة نظر في الأعمال الباقية، وإذا الصلاة مهيب اللي لك علاها ما عاد نظر في أعمالك الباقية. يا سلام، فالله يجعلنا إن شاء الله من المحافظين على الصلاة، والله يجعلنا من الموفقين، والله يجزاكم خير. وياك إن شاء الله. لعلنا نرجع مع ضيفنا حول الجنة، سألنا عن أفضل النعيم، وبنسأل عن من هو صاحب أو ما جزاء أقل شخص دخل الجنة، ما هو جزاؤه وما نعيمه؟ الله أكبر. يذكر في الحديث أن آخر رجل يخرج من النار يذهب إلى نهر فيغتسل، ثم ينظر إلى ظل شجرة فيمكث فيها، ثم ينظر إلى ظل شجرة أكبر فيسأل الله ذلك، فيقول الله له ولك ذلك ولا تسألني شيئا بعده، فيقول ما أسألك شيء بعده، فيروح الشجرة الثانية فينظر إلى شجرة أكبر وأثمارها أعلى وأجمل، فيقترب فيقول يا رب أسألك إياها، فيقول الله جل سأعطيك إياها ولا تسألني عن شيء بعدها، فيقترب بعد الشجرة الثالثة إلى أبواب الجنة، فيسمع صوات أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، فيقول يا رب أدخلني جنتك، فيقول يا عبدي ألم تقل لم أسألك شيء بعدها؟ قال يا رب أنت أكرم الأكرمين، سبحانه. فيقول الله عز وجل أدخلها، فيدخل فيراه ضجيج من الزحام وكثرة، فلا يرى له مكان، ثم يرجع إلى الله ويقول يا رب رأيتها زحمة، يعني ما فيه زحمة، ملأ يا رب. فيقول الله عز وجل ألا يكفيك أن أعطيك كملك من ملوك الدنيا ومثله 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 ومثله، 10 أمثال أي 50 ضعفا من ملوك الدنيا. يقول ذلك العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، ما أستوعب ذلك النعيم الذي سيعطى إياه، وهذا هو أقل رجل يدخل الجنة، كيف بأعلى رجل؟ يا سلام يا سلام، أقل رجل يعني
ملك ملك من ملوك الدنيا، فخمسة أمثال، قال خمسة أمثال الكرة الأرضية، لأن من ملك الدنيا النمرود ملك الدنيا، الدنيا نعم، فقال لك خمسة أمثال الكرة الأرضية، يعني ملك ملك الدنيا. قال رضيت ربي، قال ولك عشرة أمثاله، فأصبحت خمسين مثل الكرة الأرضية، أقل درجة، أقل درجة، أقل درجة، لا إله، لا خمسين مثل الكرة الأرضية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النعيم العظيم، هذا الملك. لأن إن كان الحديث عندك أبو يزن أن الملائكة تطير سنوات عظام في ملك أحد الصحابة أبو بكر الصديق، أو إذا كان الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قصرا ضخما، فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا له، فقال لمن؟ فقال لفتى يذكر من قريش، فكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه، ذلك القصر الجميل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أنه رأى قصره العظيم في الجنة، فهذا نعيم. الله أكبر. وذكر أن هناك خيمة في الجنة يسير فيها السائر مئة سنة. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا نعيم. وأبواب الجنة ما بين أبواب الجنة مصراعيها مسيرة 500 سنة، فهذا بس بباب الجنة. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي يوما وعليها كضيض من الناس من الزحام. يا الله نكون منهم بس في ذلك. الله أكبر. طيب يا شيخ، لعلك تحدثنا عن حشيشها وتربتها وطينها ولبناتها. والله يا شيخ، ذكر أن حشيشها من الزعفران، يا سلام، ولبانها من الذهب والفضة، يا سلام، ولبنة من ذهب ولبنة من فضة، يا سلام. فعد لك، تخيل يعني، أنت بس أجلس وعش تخيلات ذلك القصر الذي سيبنى لك من ذهب وفضة، وحشيشك الزعفران، وتحتك الأنهار، وفوقك الطيور ما اشتهيت يأتيك وتأكله. تخيل ذلك النعيم وأنت متكئ على أريكتك، والخدم من حولك، وكل ما لب يعني ما اشتهت نفسك أتاك، يا سلام، في ذلك النعيم. وأنا زي ما ذكرت لكم، الله عز وجل يمكن ذكر شيء بسيط لنا في القرآن عن نعيم الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الرؤية وفي النعيم نسأل بس أن ندخل في ذلك، لأنه يؤتى بأفقر رجل في الدنيا، تغربل في الدنيا، وعاش وحاس في الدنيا، يغمص، ذكر الحديث في الجنة غمسة بس ويطلع، يا الله، قال ألقيت بأس؟ يعني جاك بأس وكذا؟ قال ما لقيت بأس قط، من النعيم اللي شافه. فهذا نعيمها سبحان الله. الله أكبر. وبالعكس كذلك، قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر هذه النار، فيصبغ سبغة واحدة في نار جهنم، ويسأل هل مر بك نعيما قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما مررت بنعيم قط ولا رأيت نعيما قط. هنا نوقف شوي يا جماعة الخير، هذا الكلام والله ترى أقوله لي، اللي نشوفه من نعيم هذه الدنيا ومن زهرتها، وقد يعيش الرجل منعم كل شيء عنده، ولكن نسأل الله السلامة من أهل النار. فوش تساوي هذا النعيم إن كانك ظالم، إن كانك مقصر في أمر الله؟ فما يعدل هذا النعيم شيء، ترى في لحظة يروح كله. وبالعكس مثل ما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأبوس أهل الدنيا ولكن من أهل الجنة. فتخيل كل المصائب مرت فيه، مقطع الأيدي، مقطع الأرجل، لا يتحرك، لا يتلذذ بالأكل ولا بالمنام، ولا في كل أنواع الفقر، أنواع المصائب جاءت هذا الرجل، أبوس أهل الدنيا، لك أن تتخيل.
صحيح. قال فعندما يأتي للجنة ويسبغ سبغة واحدة يعني غمسة واحدة في الجنة. وبعد يعني تخيل عاش 50 سنة 60 سنة 70 سنة في الفقر في المصائب في الابتلاءات، تخيل يعني مرت عليها الأمراض، مر عليه السرطانات، مر عليه كل شيء. يعني وصفه الذي خلقه وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبوس أهل الدنيا، كل البؤس عاشه. الحين حنا لو جينا مشكلة صغيرة حسينا أن الدنيا كلها مقفلة وجينا، يالله يعني الله يتوب علينا. هذا تخيل كل المشاكل اللي قد مرت عليك، اللي قد شفتها، اللي رأيتها، اللي سمعت عنها، مرت بهذا الرجل. ثم لحظة واحدة، غمسة واحدة في الجنة، بعدها يسأل هل مر بك بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيحلف بالله يقول والله ما مررت ببؤس قط ولا رأيت شدة قط في هذه اللحظة بس. فكل المشاكل اللي تجيك وتصبر عليها، ترى يوم القيامة لحظة من الجنة تنسيك كل المرارات، تنسيك كل الصعوبات، تنسيك كل الابتلاءات. ولكن اصبر واحتسب، وهذه الرسالة لنا كلنا، وكل من يعاني أو ابتلاه الله بمرض أو ابتلاه الله بشيء، تراها صبر واحتساب الأجر ورضا. إذا ما رضيت أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله السلامة، يعني خسرت الدنيا والآخرة. ولكن إذا رضيت أنت سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ولعلنا في طرقنا لهذا الباب تذكرنا من هم أهل الأمراض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيهم وأن يعافيهم. ومعنا يا شيخ مبارك معنا جمعية تكامل الصحية، هي تعني المرضى الذين لا يستطيعون تكلفة علاجهم، فبعض الفواتير تصل إلى 200,000 150,000، وهم مشاركين معنا في البرنامج. ومما يزيدنا شرف مشاركتهم معنا لقضاء حوائج الناس، وليست حاجة أكل أو شراب أو كساء أو سكن، إنما حاجة عافية، يريد العافية، وهي خلف هذا المبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما تغطى الفاتورة تتم العلاج بإقامة العملية، خاصة بعض العمليات قد تكون صعبة ومعقدة إذا كانت في الأوردة والشرايين، إذا كانت يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر مرض سرطان القولون أو الفشل الكلوي، بعض الأمراض التي يعني انتشرت في الناس، خاصة هذه السرطانات، من يعني سوء التغذية، من أشياء كثيرة. ولكن الآن أصبحنا نسمعها بكثرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. فكيف يكون مبادرة منا بالتبرع؟ هذه حسابات الجمعية أمامكم على الشاشة، حساب بنك الإنماء، واللي حاب يستفسر، اللي حاب يسأل، اللي حاب يناظر، أرقام الجمعية موجودة على الشاشة. وحضر معنا مدير الجمعية الدكتور علي الشمراني، وسألنا عدة أسئلة صراحة، يعني من الأسئلة اللي أنا سألتها وكلكم سمعتموها، ما هي البركة التي تعيشها وأنت تدافع وأنت تطالب الناس وأنت تسعى في حاجة إخوانك؟ فقال والله من البركة ما الله به عليم، بركة في الوقت، بركة في الرزق. أنا وكل المجموعة الذين في هذه الجمعية، جمعية تكامل، بسبب أننا نقف ونطالب لحاجة الناس، لأمس حاجة. وأنتم أهل الأيادي البيضاء، وأنتم لكم حاجات عند الله سبحانه وتعالى تريدون قضاءها، والله سبحانه وتعالى له سنة.